ركشة شو قصتك؟ خلص اهدي. سيد ليش كل هالعصبية؟ يعني غلط إني زعلانة عليك؟ شوف إيدك كيف صارت؟ أبيك شو؟ أنا عن جد آسف، ما تزعلي. دكتور، دكتور لو سمحت تعال شوف إيده، هو مصاب وعم ينزف. تعال، تعال معي، يلا خدوه لجوا وشوفوا إيده. دكتور إلي، أمي منيحة؟ شو وضعها هلأ؟ طمني، قلبي على نار. دكتور لو سمحت بسرعة لازم روح. ايه ولا يهمك، أنا رح أخلص، اهدى. منيح أنه إصابتك معنا خطيرة، وهلأ رح أوصف لك أدوية. سيد شبك شو القصة؟ ليش هيك عم تتصرف إلي؟ أنا آسف أبيكشا، بس أنا كتير قلقان، لازم روح لعند خالتي. لو سمحت. ليش ما عم تحكي شي؟ شبك عادي، أمي جوا. اتركي الدكتور يشتغل. شبك إيدك، شو صاير له؟ انت انصبت اصابه كتير كبيره، اللي انت منيح؟ اللي من شو انجرحت؟ اللي شو صاير؟ دكتور بتمنى ما نكون شوشنا عليك بهالضجه اللي عم تصير حواليك. سيد هارت ابني حبيبي، انت اللي جبتني عالدكتور المره الماضيه وبتعرف وضعي. هلأ قول لميتاي ورفيقتك يستنوني برا أحسن، ما في داعي يضلوا بالغرفة. لا يا أمي، ما رح أطلع على مكان، أنا رح أبقى هون معك وبدي أحكي مع الدكتور بس يخلص لأطمن. أستاذ سيد هارت لو سمحت عود. أنتوا الاثنين استنوا برا. بس أنا منك اوف. آسفة. فظيعة. هذا الشاب المدلل دايما بده يعمل بس اللي براسه. طيب شو كان في داعي يسأل الدكتور؟ خلاني اطلع لبرا. انا كيف بدي احكي مع الدكتور بخصوص امي هلا؟ شو ساوي؟ انا كثير خايفة على امي. المهم بالآخر تقوم بالسلامة وما يصير لأشي تتعافى. قلي الحقيقة لو سمحت، أنا عن جد وضعي خطير. خالتي، خالتي اهدي. سيد هارت عم بسأل هالسؤال مو من شاني، من شان بنتي. دكتور قلي الحقيقة. اسمعيني، حالتك هلأ مانا سهلة، بس مع العلاج المناسب ممكن تتعافي منها. خالتي انتي وضعك منيح. سيد هارت لا تخبر بنتي ميتاي ابدا اني مريضه ومرضي خطير.